السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمري. هذا النهار إن شاء الله نتكلموا على معرفة النباتات المضرة بالنسبة للأرانب. يعني كنا ماشي فلاحة، ما يمكنش أننا تكون عندنا واحد الخبرة في هذا المجال هذا. يعني إحنا عندنا الأرانب درنا لهم الدواء يعني ديال تسمم المعوي، وراني حضرت عليه في حلقات سابقة هيبارينول. دابا جينا اننا غادي نبقاو نعطيو الارانب ديالنا النباتات الخضراء، باش غادي نعرفوا شنو هي النباتات الخضراء اللي ممكن انها تضر يعني القناين ديالنا الارانب، وشنو هي اللي ممكن تفيدهم. هي كما كتشوفوا معايا انا عندي شويه خبره يعني في النباتات. بحال هذا النبات هذا هو يعني هذا هو الفوق ديال الخيزو، يعني كنحيدوا الخيزو من هنا هكا وكيبقى لنا هذا العرش هذا. هذا هو هذا كيموتوا عليه الارانب، كيبغيوه بزاف. يعني كاين الباربا، يعني كنقول لكم هذا الشيء في هذا الصيف هذا في هذا الفصل هذا عفوا كتكون موجوده هاد الحوايج هادو، لان هذا الباربا اللي كتشريو يعني الخضر هاد الفروع ديالها او الاغصان ديالها ممكن انكم تستافدوا منها الارانب ديالكم. هذا الباربا هذا معروف، راكم عارفين اسمه هو هذا الخص. هو هذا اللفت، يعني اللفت كيكون هنا كنحيدوه كتبقى لنا هاد الجزء هذا. المهم هادشي كلشي راه نافع 100% للأرانب، ولكن كيفاش غادي نعرفوا اشنا هو يعني الحوايج اللي كتضرهم؟ يعني هادي خذوها مني تجربه، يعني اي حاجه ممكن انها تضرهم هي كتكون في الريحه ديالها حار. يعني بهذه الطريقه كتشدوها كمثلا هكا، كتقرضوا واحد جزء هكا وكتقربوه للانف ديالكم وكتشموه، اسمو غادي تلقاو الحروره. يعني اي حاجه حاره راها كتقضي على الارانب ديالكم. كاين قضيه عاوتاني ديال البصله، الجزء العلوي ديالها حتى هي كتقتل الارانب. البصله الجزء العلوي ديالها، يعني البصله الخضاريه ماشي البصله المكركبه. البصله المكركبه اصلا ما كتكونش فيها داك العرش الفوقاني. اما البصله الخضاريه يعني كتكون صغيره الحجم ديالها هكا، وكتكون عندها واحد الجزء الفوق حتى هي هذيك كتقتل الارانب، كتقتلهم نهائيا. كاين الخرشف كذلك، او عندي واحد شويه هنايا عفوا، ها هو هذا الخرشف حتى هو كيقتل الارانب. ولكن الخرشف بالطبيعه ديالو راكم عارفين المذاق ديالو، المذاق ديال الخشف انه كيكون يعني حار، يعني كتقرضوه هكا وحتى المذاق ديالو راكم عارفين الخشف المذاق ديالو كيفاش داير، هذا كيقتل الارانب. عموما اذا بغيتو تعرفوا شنو هو الحوايج اللي كيقتلوا الارانب يعني في النباتات الخضراء، استعنوا بالحاسه ديالكم ديال الشم. يعني كي تقرضوا الحاجه هكا تقرضوها وتشموها، عرفوا هذاك النبات راه ما صالحش الارانب ديالكم. عاوتاني كيفيه اعطاء هاد الاشياء هادي، ماشي غادي مباشره تكون سارده مثلا بحال هادي، كتكون في الكوزينه وكتبقاو تغسلوهم هكا، كتشوفوا هادي ما صالحاش مثلا كتحيدوها، كتقولوا صافي هادي نخليها للارانب. ما تكون سارده وتعطيوها للارانب ديالكم، يعني مبلله لا، حطوها واحد المده بحال دابا هادي راه من البارح وهي محطوطه. شوف راني دايرها في واحد الشبكه ثم باش داك الماء كله اللي كان فيها يستقطر. لاحظوا انها دابا ناشفه للغايه، فهمتوما؟ هذا يعني الخرشوف غادي نحاول انني نتخلص منه باش ما يعطيوش الصغار ديالي يعني الارانب. اذا انا غادي نعطي كما كتشوفوا معايا، غادي نعطي الارنب، نعطي هاد الصغار كيبغيوه بزاف، الخص بزاف كيبغيوه. انتما يعني هاد النباتات بهذه الطريقه هذه راها حتى هي مهمه للارانب. حتى هي كاين واحد النوع يعني فيه
بحال الشكل ديال التفاف اللي ديما كنهضر عليه بحال هذاك، راه فيه الحليب بالنسبه للامهات، وتا بالنسبه للذكور هاد الحوايج هادو راه بحال دابا القشور ديال اللفت، ماشي القشور عفوا، النباتات ديال اللفت حتى هي راه فيها واحد النسبه ديال الخصوبه عاليه بالنسبه للذكور. بالنسبه للنباتات ديال الباربه حتى هي مهمه بالنسبه للجميع الفئات، يعني بالنسبه لجميع الاعمار مهمه بزاف. غير ما تعطيوش الارانب ديالكم هاد الحوايج هادو وانتم باقي ما درتو لهمش يعني الدواء اللي سبق تكلمت لكم عليه. كاين الدواء اللي هو عباره عن سيرو، هذاك تي ام بي تي اس، يعني تي ام بي شرطه اس، هذيك الدواء، هذاك الدواء منين كيكون المشكل، يعني لقيتوا باللي كاين تسممات في القطع ديالكم، تسممات معويه، ممكن انكم ديروا هذاك الدواء، وممكن انكم ديروه حتى بالنسبه للصغار، يعني يلاه تفطموا هذاك صالح للصغار يلاه تفطموا. اما بالنسبه ل يعني التحصين كتحصين ايبارينول، هيبارينول يعني باديه باش، ايبارينول راني يعني تكلمت عليها في حلقه سابقه، وراه دواء فعال. انا ماشي كندير اشهار لشي شركه ولا، ولكن انا كنشوف التجربه ديالي، دواء ب 10 دراهم ممكن انكم تبقاو تعطيوه الارانب ديالكم يعني النباتات الخضراء بكل سهوله، والقشور ديال 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 الخضار كذلك الاقتصاد، وفي نفس الوقت يعني هي مفيده للجسم ديال الارانب ديالكم. اذا الحلقه ديالنا هذا النهار هي عباره عن كيفيه معرفه هاد القشور هذه، عفوا النباتات اللي كتكون لاصقه في بعض الخضروات، كيفاش نعرفوا ها انتم هذه راها فالته، كيفاش غادي نعرفوا واش مضره، هذه راها فالته، هذه خرشف، انتم خرشف هذه راه غادي تادي، يعني ماشي كتهزوا هكا وتعطيوهم، لا قلبوا مزيان، ها هي هذه حتى هي هذه راه خرشف، هادشي راه حتى كنقلبوا مزيان، يعني راه مورين الدار عطاوني هادشي، ولكن غادي نحاول انني كلشي كنستفو بيدي، ما نعطيهمش هاد الاشياء، يعني هادي راه خرشف، هادي راه مضره، كيفاش نعرفوا ان هادي مضره ولا ماشي مضره؟ راني قلت لكم قرضوها هكا، اي نبات قرضوه هكا وشموه، الا لقيتوه فيه الحراره حار راه كيادي، الا لقيتوه حلو يعني ما فيهش الريحه اللي مضره راه هذاك راه 100% راه صالح. كاينه قضيه واحده وهو القزبر، القزبر راه كيقتل النبات، كيقتل الارانب حتى هو، حاولوا القزبر ما تعطيهولهمش. المعدنوس ماشي مشكل، المعدنوس مزيان وماشي غير مزيان، هو صالح 100% للامهات اللي يلاه ولدوا، لانه كيساعد على در الحليب، كيعطي الحليب واحد يعني تعطيهم في النهار الاول ملي كيولدوا راه كيولي عندهم الحليب بحال اللي راكم عطيتهم التفاف. التفاف راه حاجه اخرى، هذاك راه كيساعد الام بزاف، وتا الى ما لقيتوش التفاف ممكن انكم تستعنوا بالمعدنوس، المعدنوس حتى هو مزيان. ولكن بالنسبه يعني عموما كيفاش تعطيو الارانب ديالكم هاد النباتات اللي كتكون لاصقه مع الخضر من الرائحه، منين تكون الرائحه حاره هذاك راه كيادي، غادي اديهم، منين تكون حلوه راهم مزيان. ولكن نتوما يعني ما تحاولوش تكثروا من هذا، بحال دابا انا كنعطيهم غير كميات خفيفه يعني تكون ناشفه، ها انتم راه ناشفه هكا، وما تكونش لاويه، يعني تكون باقا عاد طريه، ولكن في نفس الوقت ما نعطيهمش كميات كبيره، يعني كنعطيهم الخبز جاف، السيكاليم، الذره، الشعير، اللي عندكم اي حاجه تستعنوا بها عندكم ماشي مشكل، ولكن باش تبقاو تعطيهم كميات هكا وتعطيهم لا، عطيهم شي حاجه على قد المعده ديالهم. ولا كنتو مداوينهم ايبارينول هذاك راه حاجه اخرى، هذاك راه كتبقاو تعطيهم وما كياديهم والو ان شاء الله، يعني بجهد الله ان شاء الله. الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا،
قناة غادية بالدعم ديالكم، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.